تماما، طلعنا على تلك التحليلات ووصلنا إلى نتيجة أنها تفتقد الشفافية والمصداقية، وربما أهم من ذلك تفتقد التفاصيل، لأن هناك يعني حوادث يعني دقيقة عيناها على الميدان، ووثقنا ضربات غير قانونية، ووثقنا سقوط ضحايا من المدنيين وعدد كبير من الإصابات. وعندما نرى النتائج التي توصل إليها التحالف في تحقيقاته نرى أنها يعني لا تأخذ بعين الاعتبار سقوط هذه الضحايا، بل تنفي وجود ضحايا في العديد من الحالات. ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه النتائج التي أسفرت عنها هذه التحقيقات للتحالف العربي، كيف تمكنتم من الوصول إلى هذه النتائج؟ هل كان هناك تواصل مباشر مع التحالف العربي؟ هل طلبتم ذلك وتمت الاستجابة؟ طلبنا يعني تفاصيل إضافية، لأننا اطلعنا على تحقيقات التحالف العربي، لكن طلبنا بتفاصيل إضافية لأن هذه التحقيقات تصل إلى نتائج، فقط النتائج التي يعني تشارك مع العموم، لكن التفاصيل لا تشارك مع العموم، فطلبنا تفاصيل إضافية في حوادث يعني دقيقة تمكنا نحن من جهتنا، وليس نحن فقط بل كذلك آليات أخرى تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات حقوقية أخرى، ووصلنا إليها استنتاجات دقيقة سواء فيما يخص عدد القتلى أو عدد المصابين أو حتى نوعية الأسلحة المستعملة، إذ يعني وثقنا استعمال أسلحة أمريكية في أكثر من حالة. فكل هذه الأسئلة الدقيقة وجهناها بعد التطلع إلى نتائج تحقيق التحالف إلى التحالف، وقلنا لهم نريد المزيد من التفاصيل، ماذا وقع في هذه الحالة وفي الحالة الأخرى، فلم نتوصل بأي جواب في هذا الباب. أوجه الانتقاد التي تشير إليها سيد أحمد هي فكرة الشفافية وفكرة التفاصيل، ما المقصود بالتحديد بالشفافية؟ الشفافية يعني مثلا عندما نطلب من قام بالقصف، التحالف كما تعرفون هو تحالف لتسع دول، فليست هناك السعودية فقط، هناك السعودية، هناك الإمارات، هناك الأردن وغيرها من الدول. مثلا نطلب من قام بالقصف الفلاني في اليوم الفلاني، أي دولة، لا نتوصل بجواب. عندما نسأل ما كانت الأهداف العسكرية، لأنكم كما تعلمون قوانين الحرب هي صريمة وتقول أن فقط القصف المشروع هو القصف الذي يستهدف أهداف عسكرية، فنحن رأينا في الميدان أن هناك أهداف مدنية وليست هناك أي أهداف عسكرية سواء في المكان الذي تم قصفه أو في جواره. فمثلا التفاصيل نطلب ما كان الهدف العسكري الذي كنتم تقصفونه في هذه المنطقة، فلا نتوصل لأي جواب. مثل هذه التفاصيل نريد التوصل إليها، ومع الأسف لا تصلنا من التحالف. ولكن هل كانت واضحة معايير هذه التحقيقات التي أجراها التحالف؟ هل وضع معايير لهذه التحقيقات واطلعتم على هذه المعايير بشكل واضح؟ يعني لا، نحن اطلعنا على نتائج التحقيقات، لكن ليس التفاصيل، وليس بداية كيف جرت هذه التحقيقات وليست المعايير. تماما لكم، هناك فقط النتائج، والنتائج تبدو لنا أنها غير كافية بما أننا حققنا في نفس الوقائع، ورأينا أن في نفس الوقائع هناك عدد كبير من الضحايا أكبر مما يقوله التحالف في بعض الحالات، أو هناك عدد من الضحايا والتحالف ينفي وجود ضحايا أصلا وغيرهم من المفارقات. فنحن نسأل عن التفاصيل في تلك المفارقات ولا نتوصل إلى أي جواب.